قادر ابلاك واني احبك. السلام عليكم، يا جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم دوع عشوائي. المقطع هذا تسجيله تقريبا ساعتين وشوي، واللي يقول لا تقصقص كثير لازم اقصقص كثير عشان ما تملون. فان شاء الله المقطع جابكم، ان شاء الله اني توفقت في المقطع. تسون زر لايك وتركب القناة اذا كنتم مشتركين، وفعلوا زر التنبيهات اهم شيء، ولا تنسون اللي هو كود شوب VSL. الله يسعدكم جميعا اللي حطيت كود شوب. لازم تذكرون ان كل 14 يوم يتغير الكود او يمسح، فلازم تحط كود من جديد. تابعونا على سناب، طالع قدامكم في الشاشه، تابعونا على انستغرام بعد. بس خليكم على المقطع. الو، هلا والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها بتفوزنا ولا نطلع؟ ها علمني. انصحك ما ادري ايش فيه. انت معرق؟ انا مو معرق. اجل اطلع احسن. ليه؟ انا زي تبي فوز؟ ايه ابغى فوز. شوف ان فوزتني لك هدية. الله يشوف يا خوي. والله يشوف يا خوي. يلا شوف. افا والله قهر. ايوه نعم نعم. مسطور ما شاء الله عليك. والله انك سطورة. ايش رايك تسوي؟ والله صرت انتحاري شوية يا خوي. والله سويت حركة بس لم تزبط معنا يا خوي. اذني طيب اذني. خلنا ننزل هنا يا اخي. خوفتني انت راسي يا خوي. تعرف تلعب؟ لا نوب. لو اني قال اعرف العب كان اعطيتك هدية على طول. وفرها بجيبك يا العبد. وفرها بجيبك يا العبد. ليه؟ ما ابغى هدية. الحمد لله وفرها بجيب. يا اخي توني مقفل ماوس كيبورد، كنت العب يدي واعرف العب اما ماوس كيبورد لا. طيب ليش تقول لي وفرها بجيبك؟ طيب احترمني شوي. جيجي. الو. ساتر. هلا. ها مايك اشتغل. مليون واحد نازل. ساتر اذني يا طيب يا رب. ذبحت 10. تعطيني هديه؟ ما تلخمني زي كذا. الجيم تو ما مات في 10 اصلا. اوه اجلي بوت معاه ممو قادر يذبحني البوت. اوه انا وين اللي بيجيني؟ انا عندي تكتيك. تعرف شو اسمه؟ اسم الزبنه ولا الغبنه؟ عندي بوم، روح خذه. انا غابه. يا وحش والله لعبك بذكاء، والله انك وحش حبيبي. بس اصبر شوي. روح انعش. ترى الهروب نصف الرجولة. الهروب نصف. اعطيني 10 دولار انا كنت خسرتنا. بضيفك. اوكي نلعب جيم ثاني. يلا فضيعة اللعب. شلت الأول، شلت الثاني. ياش راح أجلد الجميع الحين. قول يا رب بمب يطلع لي بمب سباس. هلا بي. لا والله ما بي. عندك سنايبر تبيه؟ أنت كنت تبيه؟ لا ما بي. حلو. لا عشان معك. ايه نسيت انت. خلاص روح الرب. تعال والله تاخذ كل ذا. لا تحلف. شيل. الله يصلحك. شيل. انا ابغى العب جيم انت تفوزني، مو انا افوز. فكل اللوت بعطيك اياه انا، مو بنت. تامر طلباتك يا مامر. تامر حبيبي. حرف شنق. ايش فيه؟ احسن يوتيوبر عندي. من حقك، يستاهل والله. صور باليوتيوب. ايه صور. في ناس. ناس خلنا ناخذ هاي. سولو اتوقع. اخلط. اخلطه. بطق سنايبر. لا هو مو بهنا. هناك. اوكي هنا. يسبلش. دمجته وايت. اوه هنا. اوه. لا تموت. راح. يا اسطورة يا شيخ. قل لي ايش دراك انه قاعد تصور يوتيوب. قاعد تصور يوتيوب بنت؟ ايه. قاعد تصور مقطع الحين؟ ايه. كم مشترك عندك؟ اول شيء هل ترضى اني انزله؟ لو فزنا كذا. اي ارضى. اكيد. اكتب اسمي بدون الاكس وشوف كم مشترك. اوكي. انت اللي لعبت مع ريان؟ اي انا اللي لعبت مع ريان. انت اللي لعبت مع ريان؟ شيك. الو عندي ناس. طيب
اصور. مع مشهور ثاني توني داخل مع سعد. انا وش نسوي اليوم؟ انا وش نسوي اليوم؟ عندي واحد طيب سحبت عليه الله يهديك. ما مي موارد. قرب ذا قرب. ها تعال تعال ارقى فوق تعال. ها في في ناس فوق، في ناس فوق، انتبه في ناس فوق. ذبحني تكفى سعد. ما اقدر والله. شوف ويني. خلاص 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 ما عليك مني، ما عليك مني. فوز فوز فوز. مستحيلة. شوفيلي وشوف ذا موارد صفر. قول والله انا كنت المشهور اللي معاه. والله انا المشهور اللي معاه. ناس المقطع. قول والله في سكار. داري داري شوفه. لا عادي 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 عادي. جي جي خير جيم خير جيم. بعد اسحق الفيجاني دخلت مع مشهور ثاني. والله اني احبك، والله اني احبك حبيبي. وين تبغى ننزل؟ هذا نفس حسابك يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي. اليوم هذا وش كيف الفوز؟ ها عشان عشان ينزل مقطع يوتيوب كذا. اوف حريقه والله من التوتر. ما توقع فوز. نوك نوك. اشيل اثنين ترى عشان ردة فعل انك كأنك مشهور كذا قوية. بداية مقطع. ها يلا يلا عطنا عطنا. اوه ماي جاد. اوه كيف دي هدلاك. اوه اني احبك. اوه ماي جاد. اوه اني احبك. ايش فيه؟ اذني 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 ابغاها يا اخي. ماني مصدق. اول مشهور انا احب الشنق، ثاني مشهور انت على طول. بعد الجيم ولا قبل الجيم؟ لا لا كل شيء كل شيء. قبل الجيم بعد الجيم كل شيء. والله العظيم والله العظيم يا اخي انت انسان لطيف وحبوب. الله يسلم. ذاك عندي عندي عندي. بس بس داون. والله ما اخذت شيء. حلفت انا. انا ابغاك انت اللي تفوزني مو بانا افوز. وش ابغى بالاسلحه انا؟ والله العظيم اسلحتنا كويس. حرام نخسر. تكفى. فوقنا فوقنا. ايوه ما هي موارد. وقفت نفسي انا. لا لا ما هي موارد. تجي يا الله بعد يومين اذا موجوده هذه ولا اعطيتك سكن ثاني. اوكي مشكور. يلا يعطيك العافيه. يعافيك. فبس هذا كان مقطع اليوم. ان شاء الله المقطع عجبكم. للامانه قاعد اصور حوالي ساعتين لكن قاعد تشوفون يمكن اقل من 10 دقائق. فان شاء الله ان شاء الله المقطع عجبكم. ولا تنسون زر اللايك وتشتركوا بالقناه انتم مشتركين. ونبغى كذا تفجير اشتراكات. نبغى نوصل 600,000 تكفون. والله ما بقى شيء. حاولت اسعد الشخص هذا لكن للاسف انه يلعب بي سي وما اقدر اعطيه التحدي اللي قلت عليه. زائد انه اصلا ما سوينا التحدي لكن حبيت اسعده لانه مستانس مره. فحبيت اسعده زياده لكن للاسف لم تزبط معنا. فباذن الله بعد يومين او 3 ايام راح اعوضه بهديه. وما يحتاج اني اصور لكم زي كذا لكن باذن الله انه بتوصل هديه. سواء بلايتم شوب سواء دولارات على حسب اللي يبغى. فيعطيكم العافيه على المشاهده. شكرا انك وصلت هذا الحد من المقطع. اقسم بالله شكرا لك. والله يسعدكم جميعا. قناتي الثانيه تحت في الديسكربشن قناه الرياكشن. يعطيكم العافيه على كل شيء. كود شوب بي اس ال اللي يبغى يشتري شيء من بلايتم شوب كذا حركات. شوفكم على خير. سلام.